قال يحيى وسئل مالك عبيد الله يقول قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما عليه هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليمضمض من وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه بس ليس عليه ايه وضوء. قلس انت واخد بالك قلس طعام مش هواء ولو طعام ولو امتلأ فمه به ولم يحدث يعني انه قاءه فهذا اسمه قلس. يعمل ايه هو؟ يمضمض بقه كده يتمضمض ويروح ايه يصلي ولا يعيد الايه يا مشايخ ولا يعيد الوضوء رضي الله عنهم جميعا. طيب وبه اليه قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. ايه الكلام ده؟ قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. تعالوا نشوف الروايه دي بشقيها حته حته كده وناخد بالنا ولا انتوا مش معايا؟ طيب صلوا على المصطفى. قال له ايه يا مشايخ؟ قال حنط ولدا لمين؟ حنط ابنا لسعيد بن زيد. طبعا مالك عن نافع عن ابن عمر السلسله الايه؟ السلسله الذهبيه. ابن عمر شاف مين؟ هو عبد الله بن عمر نفسه حنط ابنا لسعيد بن زيد. الاول مين هو سعيد بن زيد؟ عايز اقول لكم عليه وانتبهوا لان هذا الرجل خذ المفاجاه. سعيد بن زيد هذا الرجل زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. هذه أول معلومة. ماشي؟ إيه معايا ولا نمتوا؟ طيب المعلومة الثانية أن سعيد بن زيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة. أيوة سعد بن سعيد الله ما تعرفش كده؟ سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وزوج من؟ فاطمة بنت الخطاب التي كانت سببا هو هي وزوجها في اسلام سيدنا عمر بن الخطاب. واضح هذا الكلام؟ طيب سعيد بن زيد يا مشايخ ابوه اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من الاحناف في الجاهليه. كان من الايه؟ من الأحناف. إيش يعني من الأحناف؟ على الحنيفية السمحة. مات قبل البعثة النبوية وكانت له قصة رائعة وبديعة. اتفق هو وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وثالث ورابع أربعة كانوا في مكة على الإيه؟ على الحنيفية السمحة. ثم اتفقوا على أن يبحثوا عن دين الحق وترك عبادة الأصنام. اسمه ايه الراجل ده يا شباب؟ زيد. لا زيد بن عمرو بن نفيل ابوه. اما ورقه فتنصر واما زيد بن عمرو بن نفيل فرحل وترك مكه ورحل الى الشام والى اقطار الكره الارضيه. ثم لما لقيه راهب من رهبان الشام قال له عمن تبحث؟ قال ابحث عن دين الحنيفيه. قال له من اي البلاد انت؟ قال من مكه. قال ارجع فان صاحب الدين الحنيفي سيخرج من مكه. فعاد في طريقه خرج عليه قطاع الطريق اخذوا ما معه وضربوه حتى احتضر. احتضر يعني ايه؟ هيموت خلاص هيموت. وهو يحتضر رفع كفيه الى السماء وقال اللهم ان كنت قد حرمتني من ان القى نبيك خاتم النبيين فلا تحرم منه ولدي سعيدا. مين سعيد؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. تمام. أسلم سعيد بن زيد وتزوج فاطمة بنت الخطاب قبل أن يسلم. ثم بشره رسول الله بالإيه؟ بالجنة. فقالوا كل بركة كانت في سعيد بن زيد إنما هي من بركة دعاء والده له. سمعت يا مشايخ الكلام ولا لأ؟ طيب أدي سعيد بن زيد كان عنده ابن صغير كده. الابن الصغير ده يبقى ابن مين؟ سعيد. ماشي ابن أمه مين؟ أمه مين؟ فاطمة بنت الخطاب. طب لما تبقى فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب يبقى اللي حنط الولد ده مين؟ عبد الله ابن عمر خاله؟ ها يبقى له إيه؟ ها يا جماعة مين عمة مين؟ ابن خاله. أحسن يعني سيدنا عمر بن الخطاب خال الولد ده. مش كده مش أخو فاطمة أمه يبقى خاله. يبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب يبقى له إيه؟
ابن خال حنطه يعني. طيب يعني قال ولد بيلعب قدام الجامع فوضع على ثيابه وجسمه الحنوط يعني العطر الذي اجتمعت فيه انواع العطور للمتوفى. للمتوفى يعني الايه؟ الميت. هذه العطور التي توضع على المتوفى حينما ايه؟ حينما يكفن ويجهز. هو معاه شويه عطر كده راح عمل بها مين؟ عمل بها الولد. ثم دخل المسجد ولم ايه؟ ولم يتوضا. ايوه يعني الحنوط ده يجب منه الوضوء ولا لا يجب منه الوضوء؟ لا يجب منه الوضوء. يجب منه الوضوء بدليل ان عبد الله بن عمر عمل ايه؟ حنط هذا الولد وحمله كمان، يعني شاله على كتفه. خلي بالك حنطه ايه؟ وحمله. تمام؟ ثم دخل المسجد فصلى ولم ايه؟ ولم يتوضا. المشايخ والعلماء والشراح يقول لك يا عم ايه الفكره البعيده قوي دي؟ يعني انا لو عندي شويه برفيوم كده في ايدي رحت رصيت على الطلبه يعني لو هتوضا. اما من العقل كده ومن المنطق ان دي لا توجب الوضوء، مش كده؟ فلماذا ذكرها الامام مالك واصر على ذكرها؟ صح ولا لا؟ منطقي السؤال ده ولا مش منطقي؟ ده عجيبه قوي. لا وجايبها بالسلسله الايه؟ بالزمنيه. ايه الكلام ده؟ يعني طبيعي جدا يا خد يا عم الشيخ ادي العطر ده للطلبه اخوانك حواليك، كل واحد فيكم خد له شويه تروح تتوضا غزال. تتوضا بعد ما تعمل كده؟ طب ده طبيعي يعني مالك تعب نفسه قوي يعني وجايب حنطه ولدا ونحكي حكايه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ونقعد نضيع لنا ربع ساعه في الحديث، طب ايه؟ قال لك لا يا مولانا اوعى تفتكر ان الامام مالك بيذكر روايه اعتباطا، لا. انما اشتهر في زمانه حديث باطل، اسمع الحكايه دي. اشتهر في زمان مين؟ مالك حديث باطل وهو من حنط ميتا او حمل من حنط ميتا فعليه الغسل ومن حمله فعليه الوضوء. واشتهر هذا الحديث وما زالت هذه الفكره معروفه حتى الان. يقول لك اللي يغسل ميت ايه؟ يغتسل، واللي يشيل ميت ايه؟ يتوضا. اللي يشيل ميت جنازه لازم يتوضا، واللي يغسل ميت لازم يغتسل. الامام مالك لما لقى الدنيا عماله تهرس حواليه وكل واحد بيقول الحكايه ديت قال لهم طيب بصوا يا عم الروايه الحلوه دي. مالك عن نافع عن مين؟ ان ابن عمر حنط ابنا لمين؟ لسعيد بن زيد ودخل وحمله كمان. بص حنطه في مقابل غسل الميت وحمله في مقابل حمل الايه؟ الجنازه. وبعدين عبد الله بن عمر عمل ايه؟ صلى ولم يتوضا. عشان كده سيدنا الامام مالك جاب الروايه دي. خلاص اخواننا ذكر الامام مالك هذا الحديث انكارا لمن روى مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، قال والعمل عندنا بخلاف ذلك. والمعنى من حمل ميتا او شيعه فليكن على وضوء لئلا يفوته الصلاه عليه لان حمله حدث. يعني حتى لو صح الحديث اللي هو من حمل ميتا فليتوضا، مش معناها ان حمل الميت سبب من اسباب نقض الايه؟ نقض الوضوء، مش معناها كده. امال معناها ايه؟ معناها خليك على وضوء عشان لما توضع الجنازه في اي مكان تقدر ايه؟ تصلي عليها وما يفوتكش صلاه الجنازه. عرفت هو ليه جاب الروايه دي؟ ولا ما عرفتوش؟ لماذا؟ انكارا لمن قال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حنط او من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله ايه؟ فليتوضا. قال وليس في غسل من غسل ميتا حديث واحد ثابت، ما فيش حديث كده خالص. يعني الانسان بعد ما يحضر غسل الجنازه ويمد ايده في الميت ويغسله، واجب عليه بعد كده يروح يغتسل؟ لا. اللي يشيل جنازه ويوديها ويحملها، واجب عليه يتوضا؟ لا. عشان كده ذكر هذه الروايه في باب ما لا يجب الوضوء ايه؟ منه، واضح؟ واضح. قال يحيى، قال عبد عبيد الله قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. القيء مرحلة بعد مرحلة الايه اللي قلناها؟ القلس. أقوى من مرحلة القلس. طيب هل القيء ينقض الوضوء؟ لا. لو جاب اللي في بطنه كله وهو متوضي يقوم يمضمض بقه ويعمل ايه؟ ويصلي. طب نفرض يا عم أسامة جاب اللي في بطنه كله وهو بيجيب البطن كله نفس من أي حتة ولا حاجة وطلع عليه، يعمل ايه يا عم محمد؟ يتوضا ليه؟ ما هو القيء لا ينقض الوضوء. هو لن يتوضا من القيء، يتوضا من ايه؟ من النفيس اللي نفسه. ما يصحش ده، ما يصحش. لا لازم يروح ايه؟ لازم يروح يتوضا. نعم. من صاحب القيء دما ولو كان ولو صاحبه دما الا ان يكون دما مسفوحا، يعني ايه؟ يعني كثيرا نزيف يعني، ساعتها لا بد ان يعيد وضوءه. لكن حتى وان كان معه شيء من الدم، يعني
يعني يزور الجرح وهو بيرجع ولا بتاعه، ده بيحصل كتير قوي. وهذا هو المذهب عندنا ان القيء لا يفسد الايه الوضوء، لكن القيء يؤثر على الصيام. ها ايوه، اذا عاد منه شيء للمعده ده وجب عليه ان يعيد هذا اليوم، اما الايه لكن الوضوء لا، الوضوء ليس عليه ان شاء الله ايه شيء. صليت على النبي. وبهذا نكون قد انتهينا من باب ما لا يجب الوضوء ايه منه، وذكر زيل المراه، وذكر القلس، وذكر الحنوط والعطر، وذكر ماذا القي. هذه المسائل كلها جاءت في ايه في هذا الباب. الباب الذي بعده، وصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ايه ترك الوضوء مما مسته النار؟ ايه بقى من مسته النار؟ وايه حكايه الباب ده يا اخواننا؟ مسته النار يعني الاكل اللي الطبخ، يعني اللحمه اللي ايه ولعت عليها النار. كان في بدايه الاسلام من اكل طعاما مسته النار وجب عليه ان ايه ان يتوضا، يغتسل، لا ان ايه يتوضا. فجاء مالك رضي الله عنه بهذا الباب ليقول هذا الكلام نسخ، اللي هو ايه اللي نسخ؟ يعني ان من اكل طعاما مسته النار فالايه فليتوضا. هذا الكلام ايه نسخ، فمن اكل طعاما لم مسته النار فليس عليه ان ايه ان يتوضا. قال المهلب: كانوا في الجاهليه قد الفوا قله التنظيف. في الجاهليه كان الفوا ايه يعني ايه قله التنظيف؟ يعني كانوا معفنين، يعني انتوا مالكم كده نايمين ليه النهارده؟ كانوا معفنين ما تنضفوش كتير. ايوه كانوا معفنين. فامروا بالوضوء مما مست النار. ولما تقررت النظافه في الاسلام، والاسلام دينه الايه يا شباب؟ دين النظافه. وطبعا انا يعني اغتنم هذه الفرصه لاقول لطلبه العلم لا لابد وان يعتني الانسان الطالب العلم خصوصا بنظافه ثوبه وبدنه، وان يجتهد على ان يشم منه رائحه طيبه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت، نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين. يبقى تاكل أي حاجة مستها النار وإيه؟ تصلي على طول، أنت ما تعيدش الوضوء. وقال النووي رحمه الله، النووي شارح إيه يا إخوانا؟ شارح صحيح مسلم. وقال النووي رحمه الله: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، نتوضأ مما مسته النار ولا لأ؟ كان الخلاف فيه معروفا. وبعدين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. إلا لحوم الإيه؟ الإبل. عارفين حكاية لحوم الإبل ولا لأ؟ ليه مش عارفينها ليه؟ فين أنت؟ تعالى كده وريني وشك. ليه مش عارفينها ليه؟ مش الحكاية المشهورة يا ابني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. مش تعرف هذا؟ إيه قصة هذه الرواية؟ أحد الصحابة رضي الله عنه كان على جنازة، كانوا مع الناس بين الناس، ثم أكلوا لحم الجزور فأراد وأحدث، أو كان على جنابة أو أي حاجة أو أي حد. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد النبي له أن يتوضأ قبل أن يصلي، وأبى أن يحرجه يعني، فقال للعامة: من أكل لحم الجزور إيه فليتوضأ. مش هي دي القصة؟ تعرفونها؟ هذه قصة باطلة. على شكرتها، كذب على رسول الله، لم تحدث، وإنما اشتهرت بين الناس وهي باطلة وكذب. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ دون هذه الحادثة، ويبقى لحم الجزور عند الفقهاء فيه خلاف، من أكله يتوضأ أو لا يتوضأ، يبقى الخلاف قائم، ولا دخل لهذه الرواية بهذه الحكاية، وإنما حكاية مكذوبة منحولة لا أصل لها ولا سند. ماشي يا مشايخ، امسحوها بقى ما دمتوا حافظينها زي اسمكم كده، الغي هذه الحكاية من قاموس معرفتك، ليست صحيحة. وأكم من الحواديت التي يحفظها الطلبة ليست صحيحة. خليني أضرب لك مثال ما دمنا جينا للحتة دي، خليني أضرب لك مثال. في قصة شهيرة جدا، حمامة المسجد. من حمامة المسجد؟ قول ما تخافش، انت ما تخافوش. مين حمامة المسجد؟ ثعلبة. شفك تعرفون هذه القصة؟ اللي راجل فقير كان طول الوقت ملتزم بالايه؟ بالجامع. وبعدين قال لسيدنا النبي: ادعو الله لي ان انا اغتني ويبقى عندي غنم. فسيدنا النبي قال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. صح يا ولد؟ وبعدين حصل ايه؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله، عارفها؟ مشهورة صح؟
وبعدين فتح الله عليه من الأغنام، فأخذ الأغنام وسرح بها في الصحراء عشان يعرف يربيها، فانقطع عن المسجد بعد ما كان حمامة الايه؟ حمامة المسجد. وبعدين قال فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ادفع زكاة مالك، فما قاله لا زكاة مال لا، إنما كانت جزية يأخذها منا محمد اللي كان صحابي بيرفرف في الجامع طول الوقت حمامة المسجد. ثم تاب في آخر الآية الكلام، وهو الذي نزلت فيه آية سورة التوبة. بتقول إيه آية سورة التوبة؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما بخلوا به وإيه وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم إيه نفاقا في قلوب إلى يوم. ها ده ينفع يتقال على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شهيرة القصة دي يا شباب، شهيرة جدا. هذه قصة باطلة لم تحدث وليس لها سند، وكل إسنادها كذب، وكل من وضعها من الوضاعين، وهذه ليست لسعد رضي الله عنه، إنما صحابي جليل كان حمامة المسجد ومات وهو حمامة المسجد، ولا يليق أن يقال هذا عن أصحاب رسول الله. خلاص يبقى القصة المشهورة قوي عندكم، من أكل لحم جزور فليتوضأ، تعملوا فيها يا مشايخ، احذفها بقى من القاموس معرفتك، فإنها ليست صحيحة لم تزل. إنما الإجماع، احفظ الإجماع، على أنه ليس على من أكل طعاما مسته النار وضوء، ده إجماع. والخلاف في أكل لحم الجزور، والمالكية المذهب عندنا إيه؟ أن من أكل لحم جزور فعليه أن يتوضأ استحبابا، يتوضأ إيه؟ استحبابا. خلاص توكلنا على الله. وبعض الشراح للمذهب قالوا الإمام مالك يقصد بقوله عليه أن يتوضأ، افهم النقطة دي كويس، يقصد بقوله عليه أن يتوضأ يعني أن يغسل يده وفمه جيدا، فإنه لحم فيه دسم. يعني الإمام مالك يقصد الوضوء الشرعي ولا الوضوء اللغوي؟ وحتى الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ لا يقصد به الوضوء الشرعي، إنما يقصد به الوضوء اللغوي، يعني يغسل يده جيدا وفمه قبل أن يدخل في الصلاة. لماذا؟ لأن فيه دسما وفيه شدة. لأجل هذا يعني شرحوا ووجهوا الحديث بهذا المعنى، إنه مش معنى أكل لحم الجمل يبقى لازم يروح إيه يتوضى وضوء شرعي، لا يتوضى وضوء إيه لغوي. قال أحمد، أو اسمع، قال أحمد بالوضوء منه، أحمد اللي هو مين يعني؟ الإمام أحمد في مذهب الإيه يعني؟ الحنبلي. الحنابلة يرون الوضوء من أكل لحم الإيه؟ الجزور. طب أحمد بن حنبل ما سمعش إن النبي قال من أكل لحم جزور فليتوضى عشان ما يكسفش الرجل؟ أحمد بن حنبل مش عارفها وأنتم عارفينها؟ تبقى قصة إيه يا مشايخ؟ كذاب وباطل. قال الإمام أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته، واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعي، يعني رأي عند الشافعية ومذهب الحنابلة أنه من أكل لحم جزور إيه؟ فليتوضأ. وضوء الشرعي ولا اللغوي؟ الشرعي عند أحمد والشافعي، ورأي عند الشافعي، وعندنا في المالكية يتوضأ استحبابا أو الوضوء الإيه؟ البدن. وضحت؟ الآن الطعام الذي مسته النار، اسمعوا الروايات التي فيه، وهي روايات ماتعة وجليلة جدا. قال عبيد الله بن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة، نية ولا مستوية؟ مستوية. على إيه؟ على الشمس ولا في النار؟ فما دام أكلها وصلى ولم يتوضأ، يبقى يأكل يصلي الإنسان مما مست النار ولا لا؟ يتوضأ مما مست النار ولا لا؟ لا. الشراح يقولون قيل أكلها في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه، وقيل في بيت ستنا ميمونة رضي الله عنه. ماشي يا مشايخ؟ قال في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. أهو يا عم الشيخ، في صحيح مين ده؟ في صحيح مسلم. دي فيها الحكاية؟ فيها حكاية دي ولا ما فيهاش؟ تاني اسمع الحديث تاني ركز فيه. بيقول إيه في صحيح مسلم؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم؟
قال إن شئت فتوضأ، وإن شئت يعني فلا، وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ ده سأل سؤال مباشر هو، ولا فيها كانوا مع بعض واحد أحدث وكانوا بيأكلوا لحم جملي، كانوا عاملين فتهم، والحكاية دي كانت حكاية كذابة أوي يا أخي سبحان الله، ماشي الكلام. قال له طب أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، نعم. وزي ما قلت لكم في مذهبنا فقد حمل ذلك الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومته وزهومته لحم الإبل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل ويده بعد أن أكل من لحوم الإبل دون أن يغسلها. إذا تبقى عفانة طبعا هيتلم عليه الدبان ولا النمل هو نايم يغسلها. وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها، وبأنها منسوخة بقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. انتهت ولا لا؟ انتهت. ترك الوضوء مما مست الايه؟ النار. بس خليني أقول لك على حاجة، أنا جاي من برة، هاي عم الشيخ أحمد فين الغداء فين الأكل؟ قال الأكل هو طبخنا وسوينا اللحمة وكل حاجة، وبعدين قعدنا وأكلنا من الطعام الذي مسته النار، أقيم لصلاة العشاء ولا لصلاة المغرب، افتكرت الدرس بتاع موطأ مالك انه لا اتوضأ من لحم من طعام ما لم تمسه مسته الايه النار، فقمت داخل في الصلاه وصليت، نسيت اني اتيت من الخارج اصلا وانا على غير وضوء، اصلا وانا على غير ايه وضوء. طيب كوني اكل من الطعام الذي مسته النار ثم اتوضأ، وضوئي هذا لأني لم أكن على وضوء ولا وضوئي هذا لأني أكلت طعاما مسته النار؟ أخد بالك عشان بس ما حدش يفهم غلط، نحن بنقول لا تتوضأ إذا أكلت من طعام لم تمسه النار، وخلاص يا عم ما دام قال ما تتوضاش ما تتوضاش، وأنا أصلا ما كنتش، أنا أقصد لا تتوضأ، والمذهب يقصد لا تتوضأ لمن كان على وضوء. طب الذي لم يكن على وضوء؟ لا دي مسألة ثانية، ما تدخلوش الدنيا في بعضها، ماشي الكلام؟ آخر الأمرين عن رسول الله يا جماعة؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الإيه؟ النار. صلوا على الحبيب. قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. مين اللي خرج مع سيدنا رسول الله عام خيبر؟ سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم إيه؟ ولم يتوضأ. واضحة ديت؟ لا لسه فيها كلام كتير مش واضحة قوي، انتبه كده وأنا طلع لك منها الفوائد بس خد بالك منها. قرأت معي هذه الرواية إن هم كانوا رايحين خيبر وبعدين في الطريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فصلى لإيه؟ العصر. وبعدين قال يا جماعة حد معاه أكل؟ فلان وفلان وفلان جمع الأكل اللي معاكم كله في مكان واحد فلم يؤت إلا بالإيه؟ السويق. إيش السويق دوت؟ لا طحين في عينه. إيش السويق يا مشايخ؟ السويق الخبز الجاف الموضوع في الماء، أدي السويق، أدي الأكل بتاعه جيش الإسلام، أدي الأكل بتاعه سويق. والخبز الجاف هذا مسته النار؟ مسته النار ولا ما كانش بقى؟ خبز ولا لا؟ موضوع فين؟ في المية. أتي بالسويق، بالسويق حطوه قدامه فقام سيدنا النبي أكل والصحابة كلهم عملوا إيه؟ أكلوا معه. ثم قام للمغرب مضمض بقه بس ومضمضوا كلهم بقهم وعملوا إيه؟ وصلوا المغرب. توضأوا من جديد لكنهم توضأوا بوضوء مين؟ بوضوء صلاة الإيه؟ العصر. وضوء صلاة العصر يعني كأنه صلى العصر والمغرب إيه؟ بوضوء واحد. صحيح ولا إيه؟ طيب الحديث ده فيه خمس مسائل يا واحد، خمس مسائل في الحديث؟ اه خمس مسائل. اقولهم ولا تعبتم؟ تعبتم؟ لا نقول. واحد، جواز صلاة، جواز ان يصلي المكلف
صلاتين أو أكثر بوضوء واحد، صح؟ صلى العصر والمغرب بإيه؟ بنفس الوضوء. بس مش بيقول لك أنا صليت العشاء والفجر يا أسامة بوضوء، أنا صليت الفجر بوضوء العشاء، وهو كذاب لسه مصلي العشاء بالفجر وربع ساعة. ده نصاب، ده كده ده نصاب. هذه أول مسألة معايا ولا إيه؟ مش النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ حتى قالوا عن السويق عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. إيه هو السويق يا مشايخ؟ بيقولوا كده عدة المسافر، يعني أكل، يعني أكل إيه؟ ما يكلفوش كتير. عدة المسافر وإيه؟ وطعام العجلان. واحد مستعجل قوي هيموت من الجوع، لسه هيستنى عبد أحمد لما يطبخ؟ لا، يأكل أي حاجة سريعة أو يبل العيش بالمية ويأكل. طعام العجلان، صح؟ وبلغة المريض، يعني المريض اللي عنده حمى لو أكلته حاجة فيها صلصة يحصل له تفاقم، لكن يأكل حاجة إيه؟ بسيطة خفيفة. أول مسألة من الخمسة يا مشايخ، جواز أن يصلي المكلف صلاتين أو أكثر بإيه؟ وضوء واحد. جائز ولا غير جائز؟ الدنيا شتاء والضوء والعصر في ظهر الظهر ربع ساعة بينهم. يا دوب تصلي الظهر تلاقي العصر الدن، وأنا متوضي وضوء الظهر لازم أحدث وضوء لكل صلاة؟ لا، ينفع أصلي أكثر من صلاة بإيه؟ وضوء واحد. المسألة الثانية، كثير منا يأكل ثم يقوم فيدخل في الصلاة مباشرة، لكن انظروا إلى الرواية، قال فقام رسول الله فتمضمض وتمضمض. يا جماعة يستحب بل هو من العزائم في مذهبنا أن يتمضمض الإنسان إذا أكل أي شيء قبل أن يصلي، قبل أن يصلي يتمضمض وبلعه عادي مفيش مشكلة، بس ينظف هذا الفم من الإيه؟ مما فيه من طعم زي الفم. يبقى المسألة الأولى كانت إيه؟ صلاتين بوضوء واحد. الثانية استحباب المضمضة عقب الأكل قبل الصلاة، مهمة أوي دي أوي، ودي من النظافة، الإسلام دين النظافة يا شباب. الثالثة قصدت إليها قصدا وهي من المسائل التربوية، خليني يعني أتعدل كده وأتكلم بالراحة شوية وادوني دماغكم حبتين يا أولاد. دي من المسائل التربوية. يعني إيه من المسائل التربوية؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الحديث مربي في المقام الأول. كيش يعني مربي؟ جمع أزواج الناس المسافرون في رحلة واحدة، مش كده؟ جمع أزواج الناس المسافرين إيه؟ في رحلة واحدة، فقالوا جمع الرفقاء أزوادهم في مكان واحد يجعل من ليس معه زاد يصيب من الزاد الذي جمع من الجميع. وهذه فكرة إيش؟ تربوية. حتى نقلها بعض الأئمة من الزاد الحسي إلى الزاد المعنوي، وأن المربي يجب أن يفطن لهذا فيجمع أزواد الرفقاء فيصيب فقير الزاد ممن معه زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت غير زاد؟ فإن كنت أنا فعلا رفيقهم فزادهم زاد. وضحت ولا لسه؟ هذا عمل مين يا مشايخ؟ عمل المربي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتعلمه، وقد تعلمه الأكابر من الأئمة، يجمعون أزواد الرفقاء في مكان واحد حتى الذي ليس له زاد يصيب من الزاد الذي جمع من الرفقاء، وحتى يعلم الكل أن البخل ليس من أخلاق الإسلام. اعمل إيه؟ ابذل ما معك يطلع كل اللي معاه. إحنا بنقولها بالمثل البلدي دلوقتي، المليان يكب على الإيه؟ على الفاضي. هذه مسألة تربوية، شوف إزاي تلقطها إزاي من الحديث إزاي. كم مسألة كده؟ ثلاثة. الأولى صلاتين وضوء واحد. الثانية قبل الصلاة، بل هو من العزائم أنا أراه، يعني لا بد أن تفعل هذا، اعزم على نفسك أن تفعل هذا. والثالثة يا سادة جمع رفقاء أزوادهم حتى يصيب منهم من ليس له زاد، وهذا فعل من؟ فعل المربي صلى الله عليه وسلم. أقصد أن النبي في هذه النقطة كان نبيا وزيادة. يعني إيش نبيا وزيادة؟
يعني نبي يتكلم بالوحي وزيادة يربي من حوله فينزع منهم الايه؟ الأحقاد والأمراض والبخلة صلى الله عليه وسلم. مسألة في غاية الأهمية، وأنت تمر عليك الرواية قد لا ايه؟ قد لا تنتبه لها. طيب يا جماعة الخير، أليس في الإسلام ما يسمى التوكل؟ أليس يوجد في الإسلام ما يسمى التوكل؟ طيب مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله إيه؟ حق توكله لحصل إيه؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، مش كده؟ من الذي قال هذا الكلام؟ سيدنا النبي، حديث النبي دوت. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخالف ما قال؟ ايش يعني يخالف ما قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما قال؟ نعم، في أنه فعل ماذا؟ ذهب مسافرا إلى خيبر وجعل الصحابة يأخذون معهم أزواج، فأين التوكل؟ تعود خماصا وتعود تروح خماصا وتعود بطان. ليه أخذوا معهم أكل مكان توكلوا على الله وذهبوا إلى خيبر من غير ما يأخذوا معهم أكل؟ هل هذا كلام صحيح؟ غير صحيح. إذن المسألة أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل، صحيح؟ يعني كانوا في قمة التوكل وأخذوا معهم إيه؟ زادا. هذه المسألة خطيرة جدا، اوعى تفتكر ان التوكل ان انت ما تاخدش بالاسباب، غلط. تأخذ بالاسباب كأن الاسباب كل شيء، وتعتمد على رب الاسباب كأن الاسباب ليس شيء. العبارة دي لازم تحفظها كويس قوي. تاني تدفع كام؟ قال له تاني قعد جنبي وتقول تاني يحفظ تاني. التوكل هو ان تأخذ بالاسباب كأن الاسباب كل شيء، كأن كل حاجة هي الأسباب. أن تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، وأن تعتمد على رب الأسباب كأن الأسباب ليس شيء. تاني؟ طيب، أن تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، وأن تعتمد، يعني خدت بالأسباب تعتمد عليها ولا تعتمد على ربنا؟ ما تقولش أنا أكلت مش بعتش ليه؟ الذي جعلك تأكل هذا السبب، لكن الشبع من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. أن تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، وأن تعتمد على رب الأسباب كأن الأسباب ليس شيء. بس وضحت؟ يبقى هذه مسألة أهو. إيه المسألة ديت يا سادة؟ أن الأخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل. كم مسألة دول؟ أربعة يا سيدي. الأولى جواز أن يصلي المكلف صلاتين وضوء واحد. الثانية أن يتمضمض إذا أكل قبل أن يصلي. الثالثة جمع المربي صلى الله عليه وسلم. الرابعة التوكل. أخذ الأسباب، أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل. أما معايا كل الأسباب وأنا متوكل على مين؟ يعني لا أعتمد على هذه الأسباب، فإن مسبب الأسباب هو الله. الخامسة والأخيرة يا سادة يا كرام، أن أضيف الجو ينفع بدور واحد. يبقى متجوز إيه؟ ينفع بدور واحد يعني؟ يعني إيش؟ أنا أفصل كل على بدور واحد عشان متجوز؟ طب ليه يعني عشان متجوز؟ ايه علاقة الجواز بوضوء واحد اكتر من صلاة؟ هو عايز يأخرهم مع بعض ويضمهم مع بعض. لا صلاة ليس هذا هو المقصود يا شباب، انما يصلي الظهر في موقد في ميعاده بوضوء الظهر، ثم يحافظ على وضوئه حتى يؤذن العصر، فيصلي العصر بوضوء الذي صلى به الظهر في وقته. فانت فاكر ايه؟ حرام عليكم كده. ماشي يا مشايخ. المسألة الأخيرة في هذه الرواية، الإمام يجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه، وهذه تسمى مسألة الاحتكار. الاحتكار من هذه الرواية، الإمام المسؤول عن الناس لا يترك أحدا يحتكر السلعة في الأسواق. فما اجمعوا أزوادكم، اوعى حد يشيل حاجة على جنب، كل واحد مع حاجة ايه يطلع. الاحتكار سيدنا النبي عمل كده عشان يعلم الناس ايه؟ انه مفيش حاجه اسمها احتكار يا مشايخ.